يتمسخرون وهم لديهم عيد المساخر، ويستعرضون ويمارسون طقوسا مقرفة ومقززة على أرض أردنية وفي قاعة المغادرين لمطار يحمل اسم الشهيدة الملكة علياء الحسين. على هذه الأرض، أرض الأردن، الأرض العزيزة، لقد أثار هذا المشهد السخط لدى كل حر وكريم. من ليس حرا ولا كريما فليفرح وينبسط، لكن أحرار الأردن يشمئزوا من مثل هذه المساخر أن تحدث على أرض الأردنية. وأنا أتساءل، ما هو موقف حكومتنا الرشيدة من مثل هذه التصرفات المستفزة؟ ماذا لو أن شرطيا أردنيا رد عليهم كما رد الدجامسة؟ ماذا لو أن راكبا من الركام العرب أخذته الحمية والكرامة والنخبة العربية ومن الأردنيين ورد عليهم لاعتبرناه إرهابيا؟ هذه الممارسات أنا في ضميري أتمنى أن لا أرى صهيونيا يدنس أرضا عربية، لكن في هذا الزمن الرديء وبما أنه يحدث فليحترموا قليلا من مشاعرنا، فليحترموا كرامتنا. أنا أطالب الحكومة أن تنتبه. أعطيه بس إني إذا تكرمت أعطيه خليه يتم. أن نكون حذرين أن لا تتكرر هذه المساخر على أرض الأردنية لئلا تستفز مشاعر أردني الحر فيعيد لنا ما فعله الدجامسة في يوم ما. أحب أن أوضح بأنه في 22/3/2015 قدمت رحلة الملكية الأردنية رقم 340 من روسيا باتجاه مطار الملكة علياء، وهبطت في الساعة 1930 مساء يوم الأحد 22، وعلى متنها 25 راكب من الجنسية الإسرائيلية. قام 5 إلى 6 من هذه المجموعة بأداء رقصة معينة انتبه لها القائمين على أمن المطار من خلال الكاميرات، وتوجهوا إلى هذه المجموعة وتم إيقاف العمل الذي يقومون فيه. مدة ترانزيت كانت مدة ساعة واحدة من هبوط الطائرة حتى مغادرة الطائرة الأخرى، وقام أفراد وحدة الأمن والحماية بتفويج 25 سائح مباشرة إلى الطائرة. العملية التي تمت لم تتجاوز الدقائق البسيطة، وكان ردة فعل الإخوان المسؤولين عن أمن المطار والوحدة التي تتبع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لم تتخذ أي إجراءات. كان تصرف فردي لجزء من هذه المجموعة وانتهى. وأؤكد بأنه مباشرة حال ملاحظة أفراد وحدة الأمن والحماية هذه الحركة عن طريق الكاميرات، تم التعامل معها مباشرة من قبل الأفراد. شكرا سيدي الرئيس.